CSA. اوكي تعال نقول انت عمرك ما شفت ولا سمعت ولا تعرف اي حاجة عن ستار وورز في حياتك، ده بسبب انك عايش تحت صخرة او وراك حاجة او شايف ان حياتك مهمة زي الناس اللي على جروبس الافلام في مصر اللي هو لازم يعرف الفيلم مهم ولا يستاهل قبل ما يشوفه ولا لا عشان هو وراه حاجات كتير جدا، او انت بتكره نفسك او عادي يعني ما جاتلكش فرصة تشوفه. سيبك من السبب، المهم دلوقتي انك بتنجان جدا في ستار وورز وعايز تشوف ذا فورس اويكنز. لا تقلق، يجي هنا دوري انا ان شاء الله هلملك اهم الاحداث في عالم ستار وورز في الست فيديوهات الجايين دول عشان تشوف ذا فورس اويكنز، تبقى واحد من الناس اللي هيموت على النت عشان يشوفه كده، اول ما يشوفه يدخل يقول الفيلم ده اوفر ريتد على فكره. الناس دي لذيذه قوي. قبل ما ندخل في كلام ستار وورز والليله دي، في حاجه لازم تعرفها، ان انا هركز على حاجه الكانون بس مش الاكستندد يونيفرس كله، خصوصا ان بعد ما ديزني اشترت ستار وورز من لوكس في حاجات كتير قوي ما عدتش ليها اي اهميه ولا كانها حصلت وبتعتبر دلوقتي اساطير في عالم ستار وورز. تاني حاجه هي ان تسلسل نزول افلام ستار وورز غير تسلسل احداث افلام ستار وورز، فكر فيها زي لورد اوف ذا رينجز وذا هوبيت كده. ف احنا هنحكيها بتسلسل احداث مش بتسلسل نزول افلام عشان ما ابداش بالرابع واخلص بالثالث، مش ناقصه روشه، هنبدا بالاول ونخلص بالسادس عشان تتفرج على السابع براحتك. بالمناسبه انت محتاج اخر ثلاثة بس، فلو عايز تسكيب اول ثلاثة دول انا ما عنديش مانع بس انا هعملهم يعني. لما نبدا في كام مصطلح على السريع لازم نتفق عليهم عشان ما تهش مني وانا بحكي القصه. اول حاجه ذا ريبوبليك، دي الجمهوريه سبحان الله اللي بتضم جميع الكواكب اللي في عالم ستار وورز. اوتر ريم تيريتوري، زي ما بالظبط في جمهوريه كده زي مصر عندها سينا والعشوائيات، الاوتر ريم تيريتوري دي هي سينا والعشوائيات بتاعت ذا ريبوبليك. فكرتها ان دول المفروض تبعنا صوريا ولكن هم ما عندهمش اي سلطه حقيقيه على الموضوع، يعني هم اللي بيحصل في اوتر ريم تيريتوري ما يهمش ذا ريبوبليك قوي، وغالبا اللي بيشغلها بيبقى عصابات جداي. اكيد انت سمعت عن دول قبل كده لو سمعت عن اي حاجه عن ستار وورز. فكر فيهم كشويه فرسان عندهم قدرات خارقه وطيبين قوي 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 قوي، عالم طيبه قوي يعني، وفي نفس الوقت عندهم شويه قواعد كده لازم يتبعوها زي دين اسمها ذا لايت سايد اوف ذا فورس. قبل ما ندخل في ذا فورس، جيداي كونسل، دول اللي هم اعلى رتبه في الجيداي واللي بيمشوا الليله دي كلها في شكل ديمقراطي، بيختاروا بعض وبياخدوا قرارات والليله دي كلها، والجيداي يعملوا ايه؟ ذا فورس على حسب كلام العظيم اوبي وان، فذا فورس هي حقل طاقه بيمر من خلالنا وحوالينا وبيجمعنا كلنا كمخلوقات اي حاجه موجوده، وده اللي بيجمعهم ويمررهم كلهم وبيمنح الجيداي قدراتهم هم والسث، لان في لايت سايد اوف ذا فورس ودارك سايد اوف ذا فورس. تمام معايا؟ تهت. ميديكلوريانز، كائنات طفيليه بتعيش جوانا هي اللي بتسمح للجيداي يستخدموا الفورس وكده، يعني بيزيكلي لحد ما انا اشك شخصيا ان اللي كتبوا ميديكلوريانز عارفين هي ايه، بس يعني فكر فيها كائنات طفيليه عايشه جوانا بتخلينا كونكتد وذ ذا فورس. السيث، السيث عكس الجيداي تماما، وبدل ما يبحثوا عن الترانكويليتي والهارموني والليله دي كلها بيبحثوا عن السلطه والقوه باي ثمن. اي مراهق بيتفرج على ستار وورز بيبقى نفسه يبقى سيث مش جيداي، لان هو زعلان ومتضايق وعايز يبقى قوي قوي، واللايت سيبر بتاع دارث فيدر احمر فشكله حلو. اي حد نفسه يبقى سيث غالبا بيعاني من مشاكل نفسيه او تافه. يا دي يا دي، طالما اتكلمنا عن سيث يبقى نتكلم عن رول اوف تو، وده كده بقى انت لما تتكلم في رول اوف تو وسط الناس بتوع ستار وورز يبقى انت من اللي بتفهمه. بيزيكلي ان السيث في تاريخهم عشان هم دايما كانوا سلطويين جدا كانوا بيرزعوا خوازيق في بعض كتير، يعني كانوا بيحاربوا بعض كتير وبيدخلوا في حروب اهليه كتير. فكر فيها زي اللي حصل في سوريا كده، كان اللي يصحى الاول ياخد الحكم، فالسيث كان اللي يصحى الاول بيقتل الثاني وياخد الحكم. فواحد بيفهم كده من السيث جه وقال لهم مش هينفع كده، وعمل حاجه اسمها رول اوف تو. رول اوف تو دي ان ما ينفعش يبقى في اكتر من اثنين سيث في نفس الوقت، ماستر وابرنتس، معلم وتباع. لازم المعلم يقعد يستخدم التباع لحد ما يبقى قوي يبقى فيه كفايه ويقتل التباع ويجيب تباع جديد، او التباع يقعد يتعلم من المعلم بتاعه المعلم بتاعه، ولما يبقى قوي يبقى فيه كفايه يتعلم منه كل حاجه يقتله ويجيب هو بقى تباع جديد. عالم واطيه. اخر حاجه عشان ندخل على البريكولز وننجزها وندخل بقى في الاوريجينال تريلوجي، في نبوءه في يوم من الايام هيجي واحد الميداكلوريانز بتوعه عاليين جدا وهيبالانس ذا فورس. ركز بقى ان هي بالانس ذا فورس مش حاجه ثانيه، لان هيحصل خناقه كبيره قوي على تعريف بالانس ذا فورس دي ايه ما بين الجيداي والسيث واناكن وليلا. ما عليه، ذا فانتوم منس جزء من الريبابليك، وان شاء الله هتبقى اخر مره اتكلم عن هذا الجزء، هو التريد فيدريشن، شويه تجار
قرروا في يوم من الايام ان هم يحصلوا كوكب من الكواكب بسبب قوانين التجاره، والكوكب ده كان كوكب نابو. التريد فيدريشن حصل كوكب نابو بسبب الشكل الصوري هو قوانين التجاره، ولكن في الواقع الهدف الاساسي كان ان الراجل الشرير اللي ماشيهم اللي بيلبس روب اسود قال لهم يعملوا كده. هنكتشف مين ده بعدين. في نفس الوقت في اتنين جداي اتبعتوا من الجداي كونسل عشان يكتشفوا ايه العك اللي بيحصل في نابو. الاثنين الجداي هما كواجون جين واوبي وان كانوبي التبع بتاعه، في قول اخر البادوان بتاعه اي كي اي تلميذ. كواجون جين واوبي وان كانوبي بيكتشفوا ان الغزو بدا فعلا، ولما بيكتشفوا ان الغزو بدا فعلا زي اي حد ليه علاقه بالامن والحمايات والتامين والليله دي كلها بينزل ينقذ ملكة نابو أميدالا وبيحلق للكوكب كله عادي، بيهربها والكوكب يتحرق يتغزى. وهم بينقذوا أميدالا سفينتهم بتضرب بالنار، وارتو دي 2 بيطلع يصلح لهم سفينة وانزل تاني ايه ده الروبوت ده جامد جدا وبتاع، وبيبدأ معهم بقى مغامراتهم بشكل عام. ده R2D2. المشكلة معايا مع C3PO R2D2 انا عايز احكي هما بيعملوا ايه، بس هما دايما موجودين ككوميك ريليف فحكيهم هيطول احداثه خلاص، فانا عايز اعرفك هما ظهروا امتى. فبينزلوا في كوكب اسمه تاتوين عشان يشتروا قطع غيار، تقريبا وكالة البلح كانت قافلة وحشة مش هقولها تاني. هناك بيقابلوا عيل صغير عبد ابيض اسمه أناكن. أناكن ده شد انتباه كواجون جين قوي، وكان بيعرف يصلح الحاجات وكان لذيذ كده ومختلف، فعمل تحليل للدم ليه ده حقيقي، واكتشف ان عنده اعلى عدد ميدي كلوريانز في التاريخ قبله في حياته. طن طن طن. ام أناكن بتشرح لكواجون جين ان هو ملوش اب، ده معناه ان الميدي كلوريانز هم المسؤولين عن ولادته، فبالتالي هو الواد اللي في النبوة. كواجون جين بيدخل في رهان مع صاحب أناكن، بيتفق معاه ان هو لو كسب الرهان ياخد أناكن ويمشي، ده غير قطع السفينه اللي هو عايزها منه، وبيحلق لامه تماما، ما بيحاولش حتى يقاوح ويقنع الراجل ان هو عايزها. الراجل اول ما بيقول له لا مش هبيع لك امه، يقول له خلاص ماشي مفيش مشكله. ديزني ادت جورج لوكاس 6 مليون دولار، بيزيكلي بليون لكل فيلم، منهم 3 زي الزفت. أناكن بيسيب امه ويبدا يروح مع كواجون جين، وبيسيب لها روبوت كده خدمات بروتوكولات اسمه R2D2. وديكوا عرفت R2D2 منين. في الفترة دي بقى وانا كان عمال ياخد مغامرات ويعمل حاجات كتير حلوة، بيتعرف على بنت من وصفات الملكة أميدالا اسمها بادمي، وبيقربوا من بعض قوي كعيال صغيرة. هي اكبر منه حوالي 7 سنين، اسمعني، لان هو بيبدأ الفيلم وعنده حوالي 9 سنين. معلم في طريقهم لسفينة الملكة اللي اتصلحت عشان يروحوا بقى عاصمة المجرة كوريسانت، بيتم الهجوم عليهم من خلال شخص غريب عنده لايت سيبر احمر، بيقعدوا يتحاربوا معاه ومش عارف ايه ومش فاهمين ده مين. أناكن بيتم تقديمه للجداي كونسل وبينجح في جميع الاختبارات، ولكن بيقرروا ان سنه كبير قوي ان هو يتمرن. العيل ابو رياله ده سنه كبير قوي، تقريبا الجداي بيبداوا تمرينهم في سن الحبل او الرضاعه. بعد ما قرروا يتعاملوا مع أناكن ازاي، بيكتشفوا ان اللي هاجم كواجون جين واوبي وان ده لازم يبقى سيث. بالمنطق هم الوحيد اللي عندهم لايت سيبرز غيرهم في المجره كلها، والوحيد اللي بيعرفوا يستخدموا قدرات الجداي غيرهم، فان هم اخذوا الفتره دي كلها عشان يستوعبوا ان ده سيث يخليك تشك اصلا في قدرات العقليه بتاعت الجداي عامله ازاي. وبيعملوا كونكلوجن تاني اصيع بقى كمان، بيقول لك لازم يبقى في واحد تاني لان دايما في اتنين، رول اوف 2. جامدين جدا الجداي كونسل على فكره، دول يعني مجموعه من احكم واقوى واقدم الناس اللي في المجره. يعني في واحد قاعد وسطيهم عنده 900 سنه. يودا سيدا كان ساكن عنده 900 سنه. يوسف يوسف عنده حوالي، يوسف ما كانش عنده 900 ساعتها، يوسف كان عنده حوالي 820، لان كمان 40 سنه هيبقى عنده 900 سنه ولا 30 سنه. انا سايت ماس، انا سايت، انا ما دخلتش هندسه. نرجع بقى لشويه لعالم السياسه في ستار وورز. هنا كوين أميدالا بتقابل سيناتور بالباتين، وبقنعها قد ايه الريببليك فيها يعني مشاكل وعقم سياسي والروتين والبيروقراطيه فيها عاليه جدا، فبالتالي في كارثه حاصله وان هم مش عارفوا يحلوا مشكله كوكبها. ده بيؤدي لان كوين أميدالا بتطالب بسحب الثقه من البني ادم اللي مشي الريببليك سنت. احنا قلنا ان في جمهوريه، فبالتالي في اكيد مجلس شعب، بغض النظر ان مصر جمهوريه وبقى لها حوالي كام سنه من غير، بقى لنا سنه تقريبا من غير مجلس، ما علينا، بقى لنا سنتين ما علينا. فهي بتسحب الثقه بقى من رئيس مجلس الشعب ده، وقرارات بتؤدي الى قرارات تانية، وفي الاخر بالباتين بيبقى هو رئيس مجلس الشعب بتاع ذا ريبوبليك اللي ملهاش اسم. بالباتين بيبقى هو رئيس مجلس الشعب، وتم سحب الثقه من الراجل اللي قبليه، والليله دي كلها كوين أميدالا بتقرر ان هي لا هترجع نابو، وان هي هتحارب الناس اللي بتغزو نابو بمساعده احد القبائل اللي عايشه على نابو. هي مش جزء من نظام الحكم الاساسي في نابو، لكن هي احد القبائل اللي عايشه هناك. احداث بتتطور وبيروحوا هناك وبيبداوا يكلموا ملك القبيله، وبنكتشف ان بادمي هي كوين أميدالا. او
كنا شايفينها كوين أميدالا في الفترة دي كلها كانت مجرد دبل. بيحصل صراع ما بين كوين أميدالا وقوات التريد فيدريشن، قلت اسمهم تاني كنت عايز اقول اسمهم تاني، قوات التريد فيدريشن من درويدز، وبيحصل صراع ما بين كواجون جين وأوبيون كانوبي ودارث مول. في الصراع ده كواجون جين بيموت وهو بيحارب دارث مول، ولكن أوبيون كانوبي بينجح ان هو يقتله. كوين أميدالا بتنجح في تحرير كوكبها بمساعدة القبيلة دي، وبتصلح العلاقات ما بين الحكومة الأساسية في نابو والقبيلة. أوبيون كانوبي بياخد أناكن من ايده كده ويروح لماستر يودا احد قادة ان لم يكن قائد الجيداي كونسل، ويقول له انا عايز امرنه لان كواجون جين كان عايزنا امرنه وانا وعدته ان انا امرنه. ويودا بيقاوح شوية، بعد كده اوكي ما عنديش مرنه مش مشكلة، وبتنتهي كده ده فانتوم. ويجي على السي دي انيميتد بارتي شكلها فشيخ. ده ايه ده؟ السي دي بارتي اللي عنده يعملوها دي سي جي اي بارتي، الحفلة اللي اتعملت عشان احتفال المملكة اتحررت. ده مش في ده، لا موجوده هم عملوها في الاثنين. فانتوم منس عملوها في فانتوم منس وعملوها في الزفت في... افتكرتها. تمام اوكي يا جدعان، خلينا نخلص من الموضوع ده بسرعه. انتوا عارفين ان في زر سبسكرايب تحت ممكن تدوسوا عليه، وفي لينك فيسبوك انا ممكن احطه هنا او احطه في الديسكربشن. انتوا المفروض يعني بتعرفوا تستخدموا الكلام ده مش كساله، وانا ليه بعمل الفيورز بتاعنا كده؟ ما علينا. سبسكرايب لايك شير الليله دي كلها، تويتر بتاعنا تحت، ديسكشنز كومنتس يا جدعان عشان خاطري. وبص سيبك من الليله اللي كلها سيبك من اللي انا قلته ده كله، كومنت احساسك، كومنت باللي انت عايز تقوله، دي فرصه ان انت تعبر عن نفسك من غير ما حد يعرف انت مين المفروض يعني، ومحدش هيحاسبك برضو المفروض يعني. واحنا بنطلب منك كمان اللي هو ايه، قول لنا انت عايز تقول ايه، قول لنا